برنامج الانتخابي استكمال لما قدمناه في المجلس السابق من تركيز على الرياضة وعلى الأمن وعلى التعليم وعلى التوظيف وعلى التعيينات الغير مستحقة والغير قانونية اللي تمارس من قبل بعض الوزراء وبعض القياديين في الحكومة اللي خلقت نوع من الظلم الاجتماعي أثر على أداء كثير من الموظفين أثر على أداء الشباب الكويتيين. أيضا قضية الشباب لازلنا أمانة لم نحل هذه المشكلة بشكل يرضي الشباب الكويتي، لذلك نتأمل في هذا المجلس أن نتكاتف جميعا لحل بقية هذه القضايا خصوصا ما يتعلق بالشباب. وأيضا لا ننسى دور المرأة الكويتية التي سيكون لها جانب كبير، أخواتي الكويتيات، من القوانين في هذا المجلس. أمانة نتمنى أن تكون النيات طيبة وصافية، أن لا يأتينا نائب سابق أو مرشح يسعى للانتقام ويسعى إلى تصفية الحسابات. بالنهاية يجب أن نحترم اختيارات الشعب، نؤكد كما أكدنا في المجلس السابق أن جيب المواطن ومدخرات المواطن الكويتي خط أحمر، سيكون بدال خط أحمر مليون خط أحمر. هذه رسالة نوصلها للحكومة، ونعد إن شاء الله الشعب الكويتي بأن نمثلهم كما سبق أن مثلناهم بكل أمانة وصدق، وأن نحافظ على مقدرات الشعب وكرامته ونصون حرياته ونحافظ على حرية الرأي والديمقراطية.